عطو رايم ابو بيك خير. اهلا وسهلا مسيك. شو هذا؟ انا ما بحب اقبض مصاري من حدا اذا ما اشتغلت بتعبي. مين قال لك ما حتشتغل؟ شوفي مأمون بيك، فوت على الموضوع بسرعة. إن شاء الله بفتكر لما جيت لعندي المرة الماضية وأنكرت وجود أبو شهاب بسجن من السجون إني صدقتك. يعني أنا كذاب مأمون بيك؟ عود عود. عود وفهم شو بدي أحكي. أنا مالي غشيم يا أبو الطيب. أنا بعرف إنه السجلات الموجودة بالقلعة سجلات عامة للكل. وإذا واحد عنده سجين وحب يشوفه بيقدر يطلع على هي السجلات ويعرف وين هو. بس أنا دقدست بصراحة واكتشفت إنه في سجلات سرية وخاصة وما بيطلع عليها غير بعض المسؤولين. وأنت قلتها مأمون بيك، بعض المسؤولين. وأنا حي الله طباخ للمساجين. لا 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 يا أبو الطيب، لا تسلب علي. أنت مو بس طباخ المساجين وبس، أنت عزرائيل اللي بياخد حياتهم بشوية سم لما بيطلبوا المسؤولين منه هالشي. عدم مؤاخذة، أنت شو بدك مني مأمون بيك؟ بدي منك تطلع على السجلات السرية وتشوف لي أبو شهاب وين. بس هي بدها تكلفك كتير مأمون بيك. وأنا جاهز للي بتطلبوه. أنا ما عم باخد شيء إلي والعياذ بالله. في ناس بدهم يقبضوا وأنت أدرى. قلت لك أنا جاهز للي بتطلبوه. بس الموضوع بجوز يطول شوي بين ما نصل للسجلات السرية. الوقت مو مهم بالنسبة لي. المهم اعرف وين ابو شهاب. لا لا يا ابو قاسم، انا ما عندي مانع يرجع لبيته مثل الاول، بس يعني بلا مؤاخذه لازم اخذ راي بنت عمي، بلكي بتصرفي فيه. ايه خذ برايها شو عليه اخي، هذا من حقه، وشو بتطلب حق البيت نحن جاهزين. لا لا يا ابو قاسم، الله يسامحك، نحن ما بناخذ غير اللي دفع له اياه عمي الله يرحمه لصبحي. نحن ما بدنا نتاجر بالبيت يا ابو قاسم. يا سيدي كتر خيركم. شو بدي اقول لك؟ قول سيد مأمون. ترى انا ما قطعت الامل بوجود ابو شهاب بشي حبس سري جوا البلد او بشي بلد بعيده، وعم حاول شمشم لك اخباره هون ولا هون. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا سيد مأمون، يعني شمايلك صارت طامرتنا طمر. يمكن ما تصدقني اذا قلت لك، بس صدقني انا بدفع كل اللي بملكه والملك لله لاقعد القعده الحلوه بيناتكم. شو صار بالقهوه يا ابو هلال؟ اخي انت لازم ترجع تقعد بحارتك. شنو اللي بيترك داره بيقل مقداره، مو هيك بيقولوا؟ اي والله هيك بيقولوا. صحيح كل العالم خير وبركه، بس والله يا ابو شوكت ما بيحن على الود غير شو. هي هي، الله يصلحك. ليش بعد بيت ابوك؟ انت اتركه، هي اعتزته. على علمك ابو شوكت، وباعتبار مرت عمك هي اللي ورثت الزعيم ابو صالح الله يرحمه، يا ترى البيت بعده فاضي؟ والله مرت عمي تاركته مثل ما هو، ما عملت فيه شيء. واللي سمعته انه من سنه السقف وقع، يعني ما عاد ينسكن. وبصراحه اكثر اذا بدك تشتري بده يكلفك اكثر من حقه. مزبوط، هو السقف كان تعبان وعم يتلف. خيرك يا مأمون بيك لازم يحل على الكل، مو على ناس وناش. يا كان انت شو قصدك نمس؟ قصدي انت زلمه بتحب الخير، بتحب تعمل شواب وقلبك لله، بقى كيف بتكسب الشواب بواحد مثل حكايتي؟ يا كان يعني انت يا بيك. اختصر واعطيني النهايه، شو بدك؟ بدي دكان ابو سمير الحمصاني. دكان ابو سمير الحمصاني؟ وين هي؟ هنيك بالحاره، هي الدكان اللي فاتحه رياض عم يشتغل فيها بالنحاش. حاجة طقطقة وقرقعة حاج، أنا مو مشان شي، مشان ما الناس يحكوا عليه ويعزبوا علينا، عيب، يروح يفتح بسوق النحاسين أحسن له ولغيره. هدي علي واعطيني إياهم وحدة وحدة، شو قصة هالدكان؟ أنو قصة؟ أي دكان؟ بدك تبيعني بيت؟ بس أنا ما معي مصاري حق بيت. لك مين جاب شي المصاري؟ ما حدا، بس يعني بدك تبيعني بيت ببلاش. بيت ببلاش؟ يلا بسرعة روح شوف طيان لأنه البيت بده تصليح. أمرك يا بيك. أبو عياش أحسن معمرجي بالحارة كلها مأمون بيك. يا أهلين سهلين أبو عياش. أهلين مأمون بيك. أنت بتعرف بيت اللي دعشريه؟ بعرفه منيح مأمون بيك. بدي إياك ترستي لي على كيفك وتزبطه على آخر إيراد. إيه بس بيت اللي دعشري بده تصليح كتير مأمون بيك. بعرف، لكن ليش بعت وراك؟ هاي المفتاح وهي المصاري بدي إياه بسرعة.
تكرم مأمون بيك، رح أبلش فيه من هلا، خاطرك. شرف أبو عياش. الله معك. لا تنسى الأرجيلة أبو هلال. أبو مرزوق، أبو مرزوق. شو بدك مني يا أبو هلال؟ لح يا أبو مرزوق، ليش هيك أنت نوزي وجفيس؟ أنا هيك الله خلقني، ورضيها. خلصنا بقى أبو مرزوق. حقك ورجعت لك يا ورب العالمين قبل توبتي، هلا انت ما حتقبلها؟ هلا شو بدك مني؟ مأمون بيك عاوزك ضروري. بدي يعني الي؟ اي نعم. شو بده مني؟ الله الاعلم، تفضل روحنا نشوف. دكانة ابو سمير؟ ايه دكانة ابو سمير، لاني عاوزها يا ابو مرزوق. بس الجماعة مأجرين الدكانة لرياض صهر ابو خاطر، والزلمة عم يتسبب من وراها. هلا رياض اتركه، دباره عندي. بدي اياك تبعت جماعتك اللي عند حرمته للمرحوم ابو سمير وتقنعه انه تبيع الدكان بالسعر اللي بدها اياه وحبه تمسك فوقه. وانت انت حلوانك عندي. لا يا مأمون بيك، نحن بدنا نخدمه بس. ابو مرزوق انا اللي بشوفني بعين بشوفه بالتنتين. امسك لي شوف هالتفاحه. الله يطولنا بعمرك يا رب ويخلينا اياك. الله عليك يا ابو هلال، في جمتي عندك كل قصة خيلة من خيلات الدار. مسيك هدول ابو فارس. شو خير؟ شو قصة المصاري؟ هدول مصاري من مأمون بيك، وصاني توصاي اجي لعندك واعطيك اياهم. هل انت حارس الحارة وعم تدير بالك وعم تتعب بالليل وحب يشوف خاطرك بهالقرشين، وقال اي شيء بتحتاجه تيجي وتشوفه. ما في داعي اعزب حاله يا ابو هلال. شريف أعطاهنا المصاري وقال له خير وطامرنا طمر، وأبو الفوارس ما بيقبل ياخد فرنك من حدين لأني أنا عم أقوم بواجبي، طالي مني على حدا. أبو فارس، مأمون بيك بيعرف أنه عندك عيلة وولاد ودمامهم مفتوحين للهواء، رزق وجايك بقى حطهم بجيبك والحمد. أخذ المصاري. هو ما كان بده ياخذون يا بيك، بس أنا جبرته عليهم. هذا أبو فارس زلمة درويش ومسكين، مشان هيك أنا حابب أعمل معه خير. حاكم بالنسبة للإنسان المقتدر مثلي أهم شي بالدنيا يعمل خير ويأخذ ثوابه من رب العالمين. الله يديمك يا بيك، والله إنك بركة لأهل حارة الضبح. الله يخلينا ياك يا بيك، الله يخلينا ياك. السلام عليكم. اهلين ابو الطيب، شو شايفك عنا بالحاره؟ اي والله رايح لعند مأمون بيك. تعا عاوزك عاوزك قود. اي والله. طب بدي اسالك، ما في اخبار عن ابو شهاب؟ لا وجه الايدك. شلون يعني؟ يعني مأمون بيك شاكك انه العقيد ابو شهاب اسير بشي سجن بعيد، يا بفرنسا يا بشي قرني. والله اعلم يا ابو حاتم انه شكوا بمطرحه. امتي هالحكي؟ المهم انه عايش. لسه الامر ما نو مأكد. طيب شلون بدنا نتأكد؟ هي بدها شغل، بدها شغل ومصاري كتير يا ابو حاتي، مصاري كتير. انا سداد. ومأمون بيك ما نو عم يقصر. والله الرجال عم يحيرني قد ما عم يعمل ملايح مع اهل الحارة. لا يا ابو حاتي، من ناس لبعضها شبنا. بدك شي؟ سلامتك سلي. الله يسلمك، السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. شو بده؟ شو بدك فيه؟ يكون مين من كان؟ انت اللي بهمك اني انا اليوم مساوي مولد زبادي محلاية وشلقيطة وسرر ملباس. مشان ايش؟ لك مشان ابني حاتم. ايه الله يخلي لك يا يديمك وراسه يا رب. حاتم ايه؟ شو بحسابي بصورتين زيادة؟ قوم على دكانتك، قوم على راسي. الله معك. هاي أخبار مفاجئة. اللي بتأمر فيه أنا جاهز له مأمون بيك. موضوع صعب كثير. ما في شيء بيصعب على أبو الطيب. بقدر أمن فيك بسر؟ لا يا مأمون بيك، سرك كبير، كبير غني كثير. تعال معي لجوا. يا أهل المرور والعزة والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشرف.
مآرب، انسى الايام الصعبة وبالمحبة نلم جراحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين افراحنا. ورد ما